دكتور، يعتبر سرطان المعدة من أكثر السرطانات تأخرا في الاكتشاف على مستوى العالم، بس مثلا لسرطان الثدي هناك فحوصات دورية، هل هناك نوع لازم نسوي نوع من الفحوصات الدورية لسرطان المعدة؟ هل هو جينيتك مثل سرطان الثدي بحيث يطلب من أشخاص معينين أنه يشيك كل سنة مثلا أو كل 6 أشهر؟ طبعا هناك نسبة بسيطة جدا، أقل من 5% من سرطانات المعدة هي عبارة عن سرطانات بسبب توارث أو حتى وجود طفرات جينية معينة تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، ولكن للأسف حاليا لا توجد هناك وسائل فحوصات معينة أو مثبتة يتم استخدامها بشكل مستمر، فلذلك هناك يعني محاولات البحث عن طرق حديثة لعمل فحوصات، ولكن مرة أخرى الحل الأفضل الحال لأي شخص عنده تاريخ مرضي أو بصح تاريخ عائلي لإصابة بسرطان المعدة هو عمل المنظار، والذي يعتبر الحل الأساسي حالياً.